هذا كتاب مجالس المؤمنين اللي متوفي مؤلفه اللي استشهد مؤلفه القاضي نور الله المرعشي التستري قبل 400 سنه، عندما يذكر المدن المعروفه بالتشيع منذ السابق منذ القدم، يذكر اولا المشهد الرضوي المقدس في ايران، ثم يذكر بعده مباشره سبحان الله يذكر سيستان. يقول قال صاحب المعجم: سجستان تعريب سيستان اسم الناحية، وهي ناحية كبيرة وولاية واسعة، وهي جنوبي هرة، وأرضها كلها رملة سبخة والرياح فيها لا تسكن أبدا، ولا ينقصون الميزان بمقدار نقير، يعني ضابطين الميزان، معروفين أهلها في الأسواق يضبطون الميزان، يخافون الله. قال الرهني: وأجل من هذا كله أنه لعن علي بن أبي طالب على منابر الشرق والغرب، ولم يلعن على منبرها إلا مرة في عهد بني أمية. يعني سيستان مو مثل ما قالوا لكم مدينة مخالفة وتنصب العداء لأهل البيت، لا، مدينة رفضت أن يلعن علي بن أبي طالب عليه السلام على منابرها. في كل المدن كان بأمر بني أمية بأمر معاوية لأكثر من 70 سنة كان علي بن أبي طالب عليه السلام يلعن على المنابر، لكن في سيستان بس مرة واحدة على منبرها إلا مرة. وامتنعوا على بني أمية، يعني امتنعوا وقفوا بوجه بني أمية، حتى زادوا في عهده ألا يلعن على منبرهم أحدا، يعني قال لهم ما حد يلعن على منابرنا، عندكم مشكلة ويا علي بن أبي طالب بس احنا على منابرنا، احنا مدينة سيستان ما نخلي واحد يلعن. ويكفي هذا شرفا لهم ودليلا على صفاء، شوف القاضي نور الله التستري قبل 400 سنة ماذا يقول: ويكفي هذا شرفا لهم ودليلا على صفاء فطرتهم، منها جرير بن عبد الله صاحب الإمام جعفر الصادق عليه السلام. هذا جرير الإمام الصادق عليه السلام كان من سيستان، كان صحابي ملازم أحد طلبة الإمام الصادق عليه السلام. ومنها خليد السجستاني صاحب تاريخ آل محمد، هذا الظاهر مؤلف تاريخ آل محمد، كان من مدينة سجستان سبحان الله، هي سيستان المعربة إلى كلمة سيستان. هذا القاضي نور الله التستري متوفي، لا يطلع التاليف، متوفي سنة 1019 هجرية، يعني قبل 400 سنة، يذكر بأن مدينة سيستان لا كما تروج بعض المنابر المخالفة واللي يتلفقها بعض السذج، لا والله نسميهم، لا والله بعضهم سيعة، لأن ترك شين الشرف، شرف التشيع واستبدله بالسين، أخذ من المخالفين حتى شنو يهاجم مرجعية معينة موجودة الآن مع شديد الأسف، ويتهم أهلها بالنصب والمعاداة لأهل البيت عليهم السلام، مع أنها مدينة موالية ولم تسمح حتى لبني أمية من أن يلعن علي بن أبي طالب عليه السلام على منابرها. واثنين من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام كانوا من هذه المدينة. ويذكر فضائلها من؟ القاضي نور الله التستري الشهيد رضوان الله عليه، قبل 400 سنة، قبل وجود مرجعية، حتى يقول هذا مؤلف جديد وقاعد يمتدح كذا حتى كذا كذا يتقرب، لا عمي لا، قبل 400 سنة الرجال استشهد، واضح؟ فخليكم واعين على الدور الإعلامي المخالف اللي قاعد يواجه الشيعة، يقلب الحقائق. مدينة سيستان مدينة موالية، يذكرها القاضي نور الله التستري من المدن الموالية لمحمد وآل محمد، وخرجت أصحاب للأئمة عليهم السلام، بينما نجد اليوم هاي مدينة كذا، هاي تنصب العدالة أهل البيت كذا كذا. عم الإمام يقول خراسان سيستان، حتى قال الراوي كأنه يبشرنا بذلك، يطلع الخطيب لابس كذا ويقولهم لا، اي خراسان يبشر لكن سجستان يحذر، لا يقول لا اثنيناتهم يحذر. بعدين احترموا عقول الناس ونقلوا كلام اهل محمد كما موجود في الكتب القديمه، لا تجيب كيفك تحرف، الراوي يقول كانه يبشرنا بذلك.